إذن فيما يخص المترشحون لحد يعني التاريخ أمس، عندنا 26 راغب في الترشح الذين تقدموا للسلطة الوطنية بالتعبير عن رغبتهم في الترشح، وهو شرط يعني المفروض قانونا حتى يتمكنوا من سحب الاستمارات الاكتتاب المعدة من قبل السلطة الوطنية المستقلة بهذا الشأن. إذن قلت 26 راغب في الترشح يعني تقدموا للسلطة لسحب الاستمارات الاكتتاب، وعدد الاستمارات المسحوبة لحد تاريخ اليوم 2,500,000 استمارة.